الدولة التي تعتمد على مورد واحد لتمشية أمورها نعتبرها الدولة مهددة ما أقول بالانهيار. لكن دكتور علي خلينا نتحدث بصراحة، الحكومة عمرها قصير يعني، واليوم ورثت تركة كل ثقيلة من المشاكل وأيضا يعني أمور كبيرة وكثيرة ما تقدر تحققها كلها في هذه الفترة الوجيزة. نحتاجها خطط استراتيجية طويلة الأمد، لكن هذه الخطط الاستراتيجية يعني نحتاجها بالسنة الجاية. هالسنة خلينا نلمس إنجازات الحكومة الخدمية من جسور وأيضا من الحكومة شوارع وأيضا مدن. كمراقب للمشهد السياسي أريدهم ينشطوا لي اثنين فقرتين، الزراعة والصناعة، واثنين متوفرات وبإمكانيات بسيطة. وشوف أن الموازنة يعني أنا هسه هي موازنتنا ليش فلوس ماكو بس أنا لو أنشط القطاع الزراعي مثلا بعد أنا ما استورد حتى باقة الفجل من الخارج.